السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني، واهلا وسهلا بكم مع زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق، واهلا وسهلا بكم في هذه القناة اللي هي مختصة بتعلم العود والغناء العربي، شرف لي الكبير. واليوم عندنا قضية جدا مهمة، وهي بعد القاعدة السابعة راح تكون عندكم، وهي راح تبدي انه تخرج من مقام العجم وتدخل في مقام آخر حتى انت تعرف، لانه في الحقيقة لكل مقام في قاعدة موجودة وهي اختلاف الأصابع. لذلك بعد ما انتقلت خلصت التمرين والتمارين والفواصل استمرارية طبعا بالتمرين، راح تنتقل الى تمرين اخر، وهو على سبيل المثال ناخذ النهاوند. النهاوند ايضا مثل العجم يبدي من الدو وينتهي بالدو، لكن ياخذ علامات خافضة اللي هي بيمول، وياخذ ثلاث بيمولات اللي هي سي بيمول مي بيمول لا بيمول، فيصير عندك دو. ايضا نقدر ناخذه بالريش اللي نعرفها، خلينا ناخذه بالريش الكروش اللي هي ريشتي دو ري مي با، اختلف مي فا صول لا سي با. هنا شو يصير؟ بدي اقول لك سي بيمول كورد، لا سي، يصير عندك حجاز هنا سي ناترال دو دو سي لا صول لا مي قام النهاوند وعرفنا السلم دو ري مي بيمول فا صول لا بيمول سي طبيعي دو دو سي بيمول بالنزول سي بيمول لا صول فا مي ري دو، هذا عرفنا. بس شو راح نقسم؟ اول بداية التقسيم راح ناخذ هذه بهاي القاعدة السابعة، وننتقل لبقية القواعد كيف انت تاخذ المقام وتقسم عليه. فيصير عندك دو بدينا دو ري مي أربع ريش فا صول فا مي ري دو دو ري مي فا صول لا أربع ريش سي ريشتي دو ري دو سي لا صول فا صول لا صول فا مي ري مي فا صول فا مي ري دو مي ري دو سي طبيعي دو. في الحقيقة هذا سي طبيعي، وعندنا كثير من الأمثلة اللي هي نهاوند المني البشير، وعندك باوع. شوف راح تبدي منين، تبدي منها التقسيم اللي قسمته، سجله وترجع تبطئه حتى تعرف كيف تقسم بدايتك على هذا المقام وهو مقام النهاون. وخلينا نروح على القاعدة إن شاء الله الثامنة حتى ناخذ مقام آخر. تحياتي لكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك والاشتراك وياي في الدورات الموسيقية، ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.